Madame l'amortissement. Le contrôle de trait, de trésorerie. Oui. Ça va, je vais la chercher. Ça, c'est pas mal. C'est bon, ils ont fait.
دابا شتي كحل جميع كلشي هادشي عسيلة هذا هو الوبجيكتيف ديال اليوم هو فيناليزاسيون دو بلان دافير داك البلان دافير ديالو هاد الايام كلهم حنا غنديرو فينيسيون اليوم غنشوفو كون مازال ديزيكسيون كاع كاينين كتكتبو لكم عمرو هاد البلان ديال الفون ولا البلان ديال البروموسيون ولا شي حاجة هاد كلهم من الضروري تكونوا عمرينهم ماشي دابا من بعد ولكن دابا غنشوفو كاع هاد الطابلو واش عمرتوهم ولا لا باش إلا ما عمرتوهم عندكم واحد ربع ساعة تسألو الحسن غنشدو دوك لي طابلو لي خدمتو عليهم لأن ضروري واحد غير يخدمو ولا غنشوفو حنا وياكم مثلا أشنو درتو اش طابلو لي معرفتيش كيفاش مثلا مشي للبروموسيون غنشدو هداك غنديرو واحد داك العصف الذهني اللي درنا نطبقوه هكا مثلا البروموسيون شفتو من الاول كان لينا كل خدمة اول حاجة درتو هي شنو اول طابلو درتو بحال الصوم راه غادي يكسيو ديال الطيب كانت كدير شي حطه
300 درهم داروا لها 200 درهم ماشي اللي كيديروا داك ديال الرقم صالح وراه رابحين. كاين اللي كتلقى كل مرة كيدير الصوت، ولكن الصوت شنو كيديروا له واحد الضغط؟ إلا داروا عليه العام كامل التاليس غادي تفقد المصداقية في هذا المحل. والعام كامل الصوت يعني راه رابح ماشي بحال إلا داروا كي دابا حنايا شحال في الشهر؟ راه كاين واحد الصوت من 22 في شهر 10 حتى مثلا 31 في شهر 10 كيجري من الناس وكياخذوا داك لو برودوي، اما الا قلت لهم العام كامل بلاتي غادا يلا كملوا باش نحاولوا بس صافي 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 انت ما شاريش هذاك الشيء باش تكون ضروري نختاروا الكاليتي ديال راه مهمة ومرفوضة. اي بوان والله اللي راه شنو نقول؟ مثلا شحال دخلنا مثلا هذه ديال النوموا باش نحسب الممثلة مثلا شحال دخلوا لي فلوس الخزينه ديالي هاد الشهر مثلا شحال خرج الا دخلت مثلا الكريدي كما قالت لي بوم وداكشي اللي مثلا حتى الا سلفت لشي حد راه كنديروها في لي زونتخي لان غير رجعوا لي غير رجعوا لي هاد الشهر غير رجعوا لي شهر جاي يعني حتى هو كنحسبوه في لي زونتخي مثلا شريت شي حاجه فاش غنحسبها شريت شي حاجه كنتسنى في اللزوم الا ما جاني هذا الشهر نجي نشارج دائما حنا الهدف ديالنا من هذا التمرين شنو هو من هذا الديرسيس وباش تعمروا البلان ديال لافير ديالكم اللي قلنا الا ما درتوش خطه العمل انا شي فيكس هي الا ما درتوهاش راه عندكم في الاخر اش غادي تبقاو في الفري ديال الا لقيتوه سالب شنو كيعني؟ يعني انتم خاسرين دائما تلقاوه موجب مثلا إعادة لأن أنت الهدف ديالك هو تربح ماشي تخسر، إلا غادي تخسر بلا ما ندير هاد الخطة العمل اللي درت راه ماشي هي، علاش سميناها خطة عمل؟ علاش سميناها خطة عمل؟ حسابات مسبقة مسبقة واش قابلة باش نعاودوها ماشي غير ندير وحدة نقولو صافي ساليس نقدر ندير الأولى ما خرجتنيش ندير الثانية الثالثة خطة عمل قابلة باش نغيروها حنا الهدف ديالنا هي الفلوس هي الربح علاش انا كندير واحد الشركة علاش كندير شركة باش نربح إلا خسرت بالنقص منها يعني بلا ما ندير غدير تعاونية غتعطيك الورقة من المسابقة عاد تسمية حتى تشدك الورقة من عند المحكمة يعني غدير معاك البروسيدير كامل بموداليتي بوغراف قياسي وديكوبيراتيف اغريكول كاينة نظرة مثلا حنا في الفلاحه نشوفوا هذه المنطقه
مثلا هذه الفلوس كريدي، ولكن حنايا مثلا هاد كلهم غتمشي عاونوا فابو مامبا لا مامبا مسيا هذه هذه بلاصه عاليه لا مامبا بالفلوس، ولكن هي اقل كلفه من هاد ليزاسيون كوست الاخرين. يعني هادو الفلوس هادو اللي قلت لكم هنايا راه بلا فلوس، زيدوا حاجه اخرى واحد الحاجه اللي بغا يستافدوا منها الناس اللي بغا يديروا لي كوبيراتيف. شكون اللي كيعطي المسابقه على التسمياج مثلا؟ ما غاديش تعاون واحد الحاجه الا ما مشيتوش عندها ما غاتشدوش المصادقه على التسميه، ما غاتشدوش اللي بغات دير التعاونيه تقول لك تقول الا ما مشيتو الا ما مشيتوش لهذا الباب هي اللي غتعطيكم المصادقه على التسميه لان كتقرا هذه ها؟ لا كتمشي عندهم باش تجي المصادقه تبع لا ليست الجماعات هنا الجماعات كتعطي الوراق العمل اللي دياش نسيتو هذه فكرني برافو بيا فكرني في دياش انا كنهضر لكم على داكشي فابور دياش حتى هي مع هذا دياش زيد زيد تعاونيات اللي بغا يدير تعاوني خصو يعرف هذه حفظها لوديكو مكتب التنميه والتعاون لوديكو الموضوع شيق شيق وبزاف المعلومات ولكن تبارك الله شديتو المفيد وشديتو بزاف. دابا شكرا بزاف عليكم، غادي يجي السي احمد باش يقول لكم ثاني thank you.